حياكم الله مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم من شارع المليون بنطلق معاكم في حلقه جديده من برنامجكم ناموس الظفره، هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على اكبر ملاك الحلال في شبه الجزيره العربيه ويملكون صفوه الزين، بنشوف تحديهم وتنافسهم الشريف والاخوي، بنشوف اخر تصريحاتهم، خلكم متابعين معانا ومرحبا بكم. وصلنا عند اسم متميز في عالم الزين ومصدر قوي في ساحه المزاينات حمد المري بعيره اسم متميز بنشوف اخر تجهيزاته وعلومه اخر فتره ما كان ذاك الزود معنا حياكم حياكم الله مشاهدينا الكرام متواجدين عند الاسم المميز حمد المري بعجره مهندس المجاهيم حياك الله معانا ومرحبا بك. الله يبقيك اخوي محمد ومرحبا وسهلا والساعه الطيبه. الله يطول عمرك. نتلقى نحو وياكم فيها. خبرنا ابو عجره عن مشاركاتك في مهرجان الظفره. والله مشاركاتنا بشرك طيبه واول شيء احب اشكر رئيس الدوله والله يطول عمره ابو خالد عمي. اللي حطم زيانات بدل ما هي واحد صارت اربعه. الحمد لله. والله يطول عمره وعمره شيوخ الامارات. و... ويطول عمرها للدار وبيض الله وجيههم ويهك من يوم جينا وحن في عيد تستاهل نعم العزة بعزبنا والحلال كالحمة فرجة الحلال مع حلالهم والعزب مفتوحة لنا كلها تستاهلون خبرنا عن سمعنا أنك ماخذ أوشحة في مهرجان والله في مزاينات رزين شاركنا طال عمرك في سويحان وحصلنا على إجلال في المثلث الذهبي شاركنا في مزاينة رزين وحصلنا على إجلال والحمد لله رب العالمين توفقنا والامور طيبه بس بعجره وين من زمان اول كنت ماخذ رمز واحد ومشارك بناقتين في القعودة على ما اذكر و... والداير والداير أه. وين المشاركات هاي الاوليه المداحم في الرموز وماخذ كنت تحصل بس توجهك فقط للرموز اليوم وين والله يا محمد حين ما غبنا من الساحه لكن تاخرتوا شوي والواحد الواحد مسير ما هو مخير صحيح ولو كل على كيفه ما كان حد فاز كان قال الواحد ما حد يفوز عليه ولا كان هذا بتدبير العز الحكيم وعسى احنا وياك مجملين لحضرنا باذن الله يا رب العالمين خبرنا شو المشاركات اللي مستهدفينها في الظفره ولا متفرج هالسنه؟ لا لا ما انا متفرج انا الى إيه ما عادني مشارك ما انا اتفرج ما انا ما انا اصفق للعرب بعدي اجي واشاف وابشرك مشاركين وفايزين وبنشارك في اي اشواط؟ في اشواط الحين في الرموز ولا الثلاث؟ والله عاد كل حدث الا حديث نبى تصريح خفيف منك نبى نعرف انت مشارك في الرموز الله, يكتب... الله في الخير ولا الله. في التلاد؟ لا لا ما عندي تلاد في الرموز ان شاء الله ما في تستهدف الا الرموز ان شاء الله القوي ما يستهدف الا الاشواط الله القويه الله وانت لك عايز. سمعه طيبه وانسان مصدر للزين الله يطول عمرك والله ومالك يطور. زين يطور. طيب ودائما يعني ما تاخذ الا المراكز الاولى واسمك له صولات وجولات طول عمرك على كل حال فمشارك في الرمز واحد ولا اثنين والله ما بعد حددنا الى الوقت الحالي عدا في مشاور وضغط الله, الله, الله و... ان شاء الله هل في اي ضغط مسبب لك يعني في الاشواط؟ والله يا ولد الناس كلهم يقولون هالغالب لو هم غلط ما حد يستقر على نفسه كله يقول طموح ولا ما عنده الا عصا كله يقول وديني الاول طبعا كل حد انت نفس نفس بعجره ريال صاحب نظره واكيد انت تعرف الزين وتعرف وين بتشارك توجهك وين في الرمز واحد ولا اثنين بتاخر والله من إلى التسجيل عندي ناقه آه مثلي وثقيله وين ان شاء الله يمكن اروح الرموز ما شاء الله عليك ان شاء الله بس ترى الرموز النية. يعني انت تعرف شوط الرمز عندنا هالسنه مهرجان الظفرة يعتبر ختام المزاينات والعرب من شرق وغرب موجودين طال طيب عمرك محمد الواحد يكسر عقيد اقوى منه ما جحد من على عصر الاولين ما جحد علمها الطيب ولا جحد شجاعته وانت كفو ودك ان الواحد يروح مع الرجال القوا ولا يكسر الا شجاع بس هل هي مشاركه ويفتخر, ويفتخر. ترى الواحد اذا راح معاه ضعيف ما حتى يسولف بسالفته صحيح بس اصحاب الرموز يعني مجهزين ناس ماخذين لوايل ولهم انجازات رموز هالرموز ماخذين الزين قدامه وشاركنا قدام بعضهم في الرموز وخذناها وشوف وشو والله اني صادق ولا نقول كلام الا عليه بيان كفو كفو ولهم ان شاء الله طيبه هل بنشوف مشاركه مثل الداير والقعوده في مهرجان الظفره؟ نقول ان شاء الله متاملين والباقي على رب العالمين خبرنا عن الداير و... والقعوده وش اعد لك سلالات ومن الذاير والقعوده ومن تله الحارثي والرهيبه بن سويد وحرصه ساري ان شاء الله والقعوده وقعوده بن مرسان الزين واجد اللي حنقد قنينه والشامخه ما شاء الله ومرحبا ومرحبا الثانيه اخوي انت مصدر مصدر, مصدر مراكز اولى انت الحمد مش مصدر, مصدر الحمد لله رب العالمين الحلال الطيب واجد ولكن نقول الله يوفقنا ويا الجميع ان شاء الله امين اجمعين طول عمرك على كل حال ابو عجره كنت تصدر عشر فرديات في السنه ايوه هل قل عندك هالفتره البيع والله طال عمرك ترى الفردي حظ ونصيب القنيص يروح اثنين كلهم جيدين في القناصه واحد يصيد واحد ما يصيد وهذا توفيق من رب العالمين وواجدين الحوات الغانم اللي شرف الزين و... وانا طال عمرك السنيات التاليه ذي ما عاد شرت واجد لكن ان شاء الله نجيبها في الهدف بعض العرب يشري 50 و40 و30 في السنه حوار وتروح كلها يبقى واحد يتم الدحبه ويحكيبه سمعت انت؟ سمعت والعزب واجد اللي شرت 40 و50 واذكرها واعرف هذا الزمان و30 حاشي انا شرت لي ثلاث وجيت بها في الهدف واحده منها كفو كفو انت صاحب نظره يعني سمعت انت؟ ولكن الواحد يتسبب تحت رب العالمين والتوفيق على رب العالمين بس سمعنا انك انت جاي تحصد رموز الختام هل هو الكلام صحيح والله ترى الكلام اللي ما هو منطقي بعض المرات ما يقدر يحكي به الرجال الرموز دونها هالها ودون هالرياجيل اللي يدفعون الملايين ولكن حد نداقش مع اخوان شام ما بيشوفونا عادي والتوفيق على الله خبرنا كيف تشوف اليوم الإقبال على مهرجان الظفرة والتنافس والتحدي؟ مهرجان الظفرة نشوف له مؤشرات طيبة ونشوف ابن مقرن تحرك وابن مقرن مثل الحصان اللي لا ركض شيف ونشوفه البارحة في علوم طيبة وبيض الله وجهك ووجهه ووجه ساري بن بلوش ولا رمزين من رموز الخليج ملوك و... ولو لو لو الواحد يحايد مع واحد منهم ما ما يهضم حق الاخر كلهم نشامه وكلهم الله يطول أعمارهم شروا ويعطوا الزين حقه واللي يعين مثل الاثنين في الخليج يعين العلم الطيب بس عندك 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 اسامي كبيره مشاركه في البيرق وين تشوف البيرق متوجه والله كلها اسامي طيبه و... وتعود للتوفيق وللحظ باذن الله تعود التوفيق والحظ الراي كلهم يشرون وكلهم ابنهم زيان وتعود للحظ وللتخطيط بعجره عندي سؤال يعني دائما انا افكر فيه بعجره ريال صاحب نظره وصاحب زين ومنتج وريال عنده من الزين اشكال والوان مالك مشاركات في البيرق ولا شوط الجمل 20 والله يا اخوي محمد المشاركات أه ود الواحد بها ولا كان انها تصعب. تصعب ما شيء صعب عليك كل شيء بسيط والله ودنا متوفر. ودنا نشارك معهم ودنا نغلبهم كلهم الحلال متوفر لكن يعيون على ارواحهم <applause> الحلال متوفر والزين موجود الله ما في شيء يمنعك من المشاركه أه الله البيرق ولا شوط الجمل 20 الله كريم الله كريم. ولا تحس فيه ضغط كبير عليك انه لا قال بارك الله في رجل يعرف مقدار نفسه. صحيح. العرب موفرين زين وشارين والبيارق يستهلون هال اللي كونوا وانتجوا وشروا. اوحن. نجيب الزين ونبغي مشرونه منه بس. بعدي. انت مصدر وب... للزين. وبنشارك في الاشواط الاخرى. مصدر للزين ولا فاز الحلال اللي مصدر انه حمد فرحت مع راعي. الحمد لله رب العالمين، الله يوفق تراها توفيق من ربي. خبرنا عن اخر صفقاتك واخر نبات تصاريح ناريه من عندك يا ابو عجره. والله الجديد له جديد. انت عندك اللي جمهور واسمك ينطرى في كل مجلس وفي كل مكان. يبون يعرفون العلوم الجديده أطرن اللي عندك. علوم ان شاء الله كلها طيبه باذن الله هو كل شيء طيب لنا الحين لا بس نبى اخر اخر التجهيزات واخر المفاجات اخر التجهيزات تجهيزات واخر العلوم ما دام انها وان في الزين نحن احنا الطيبه عاد حنا نقدرها ولا عاد لنا مجال في المزايا ما دام انها هو والدعوه بيد رب العالمين سبحانه علوم مرحبا علومها طيبه وين شاركت بها؟ شاركت بها في سويحان كم وكان تعبانه عقب شل جت خامسه شاركت بها في رزين وجت ثالثه هل تشوفها في مهرجان الظفره لها مشاركه ولها مكان في المثلث الذهبي؟ في مراحل في المثلث الذهبي في شوط؟ من اشواط الرموز الى اشواط الى اشواط الى الشركه كلمه توجهها للمتابعين ومشاهدينك عبر قناه بينونه اقول الله يوفقنا وياهم بالعلم الطيب ويبشرون بالخير والمزايا مقبل وأراع الزينة اللي تجي في المثلث الذهبي لا يستعجل في بيعها لا يستعجل هاي عاد العرب يعودون عليه أنت يا يا مشارك مع الزين <تصفيق> نعم عسى <applause> الله يوفقك بالخير بإذن الله وعلوم طيب أسأل الله يوفقك إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله مشاهدين الكرام نفس ما شفتوا معنا أخذنا استعدادات حمد المري أبو عجرة مهندس المجاهيم بننتقل معاكم إن شاء الله إلى عزبه اخرى ومشاركين اخرين خلكم معنا كرمك الله يا ابو عدي مرحبا بكم انتقلنا معاكم الى عزبه متميزه عزبه سالم بالعوف العامري عزبه عنده انتاج وعنده مشترى وعنده انتاج وعنده رموز وحاصل على العديد من الجوائز خلونا نتعرف معاكم على اخر استعداداته تابعونا حيا الله ابو حمد الله يحييك يا سالم بالعوف العامري يا مرحبا اسم متميز في عالم المزاينات الله عمرك لك زول. فتره غايب عن الاوشحه والرموز الا رديت سويت لنا مفاجاه في سويحان نعم. وفي رزين نعم خبرنا عن مشاركاتك والله شاركنا في سويحان عندنا مفروده بنت بعيننا اخذت الاول ما شاء الله وشاركنا في رزين بوحده من خواتها كذلك وخذت الاول الحمد لله. ما شاء الله عليك انت راجع بقوه الحمد لله الحمد لله توفيق من الله. هل في هل في مشاركات بتكون في أكيد. الضفرة؟ اكيد اكيد الظفره الختاميه هذا لازم اللي عندنا كلها هذا <applause> هذا الناس اللي يبون يحصدون يحصدون الجوائز الكبيره. الله يعزك، ناموس الظفره غير طبعا، عم... المزاينات ذيلا كلها تعني شيء كثير بس الظفره معروفه لانها اخر مزاينات وصداها مزائنا. يتم لين السنه الجايه. فالواحد يعد عاد كل العده. واللي عنده من الحلال وداخله للظفر. سالم غيابك من في مدينة زايد ما سمعنا المراكز الأولى ولا سمعنا لك نعم صحيح صحيح زينات مرة فائز ومرة معروف هذا الحين بدأت مثل الركض مرة سابق ومرة مسبوق ولكن إن شاء الله بالشركة في الظفر إن شاء الله محضر بالخير. محضر محضر حلال باذن الله باذن الله ان في الظفر ان شاء الله بيكون ردة طيبه باذن الله باذن الله يعني بنشوفك في المراكز الاولى ولا في المراكز كل العشر ولا مراكز كل شيء برادة الله كل شيء باذن الله هو كل شيء براده الله لكن بعد الانسان له نظره احنا طموحنا الاول انت اللي انت وين تشوف نفسك في الشوط والله طموحنا الاول ولا يرضينا غير الاول بس الاول الاول فيه فيه يعني الاول صعب فيه فيه مشاركين كبار وفيه ناس والله يعني مشتريه وفي ناس عندها تلاد وفي ناس والله ونعم وانت مش قصورهم في حد لكن انت كصاحب نظره ومالك حلال وين تشوف نفسك؟ والله العرب اللي عديتهم كلهم كفو وعرب كبار ويستاهلون كل خير واحنا ان شاء الله ان بنحاشدهم ان شاء الله المركز الاول يعني هو شويه صعب عليك في ناس حجزت وفي ناس لا لا شف المركز الاول قد بناه وبنيبه ان شاء الله باذن الله ما بغريب عليك لا والله وبنيبه ان شاء الله باذن الله باذن الله أن بنحاول التنيبه وما يبناه ولا بلاش انزين هل توعد جمهورك بالرجوع في مهرجان الظفره عندك حقه ما صرحوا فيها وحيدها اعتقد نعم نجم سهيل نجم سهيل نعم. نجم سهيل هذا هل بيطلع علينا في مهرجان الظفره بإذن الله بإذن الله أنها بتشارك وأن بيكون لها صدى كبير بإذن الله يعني مجهز أنت حق أننا جانا الظهر هذه للظهر أنت داخلين ها داخلين أنا اليوم الكبير وهي إن شاء الله أنها قد اليوم الكبير بإذن الله بإذن الله وأنتم ما شاء الله عليكم مشاركين وراعين تلاد وراعين زين وراعين إنجازات ما عمرك إحنا نشارك والعرب مشاركين وكلنا عنده زين ولكن الواحد يجيب نوعية اللي العربي لا يابها حضرها العرب التموا عليها وقالوا عز الله ان حضر زين والباقي كله في نحن شفناك مشارك في مهرجان الظفره العام في شوط الجمل صحيح هل لك مشاركه هالسنه بعد في شوط لا الجمل؟ لا والله الجمل, شاركنا العام وكلهن اكثر الحلال اللي شاركنا به يعني بقول لك 80% في هنا اربع شرايع وبقيت كلهن انتاج ما <مش> شاء <Ministry> الله 16 ناقه كلهن تلات ما شاء الله علينا <مش> ولو شيء شوط تلات جمل اعتبرني اول مشاركين ومنافس فيه باذن الله ولكن ما شاء الله المشتري يبغي له دراهم والدراهم عند الخير كلنا عندنا الخير الحمد لله لكن هي رغبه وهوايه احنا هاوي الفردي اكثر تخصصكم في الفردي انت تلعبون في الفردي و. اكثر شيء الفردي ودخلتوا دخلتوا على مراكز كبيره الله يطول عمرك عسى الله يديم المراكز هاي شو تصديرك في النخبه؟ تصديرنا طال عمرك الحمد لله بالشركة كلها بيارق والنخب اللي في السعوديه ولا في الدار بتلقى من حلالنا شيء عنده ما شاء الله عليك وبتكون هي مقدمة للانتاج الطيب الله يعزك وتكون هي مقدمة عادها منقيها باللبنان مشاركين بايعين عليه والامير عبد الرحمن بن خالد ما شاء الله بايعين عليه وساري بن بلوش رجل التحدي بايعين عليه معروف وراعي منقية بيارق بن مقرن عنده ناقة من ابننا هي اللي شاريها من الامير واحنا بايعينها على الامير اللي هي مدمرة فايزة هني مرتين وخذها الامير وهو خذها من عند الامير يعني انتم انتم مبتغاكم من مهرجان الظفره المشاركه وتصدير الحلال الطيب هذا يعني هذا اللي نركز عليه اكثر انتم 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 كفيتوا ووفيتوا من مشاركات من انجاز الله. من تصدير الحمد لله احنا نجتهد والباقي عند الله ولكن العرب كثير مجتهدين نبغاك تخبرنا عن سبب غياب وحيده من المهرجانات والله نبي اخبرك وحيده طال عمرك اول بالاوليه الجاهزيه نطيها اللي ما تيبها جاهزه 100% فتكون يعني صعبة تحافظ خاصة اللي مثل وحيدة ناقة لها صدى وناقة لها سمعة وما بغينا نجيبها الا قدها جاهزة جاهزيتها كلها عشان العرب اللوم بعد الحك ترى حتى لو جبت مطيتك وهي جاهزيتها لك عليها العرب يلحقونك باللون يعني مطية فردية اما المطية اللي أرجع ما عليها هذه ما عليها نعم ما, ما عليها مطية فردية لازم ما تجيبها الا مستعدة استعداد كامل وقلت لي مشاركة الحين في شطر المفارد يعني شوط المفاريد نعم. في مهرجان الضفرة والله انبالأوف. شوط شوط لا والله ما اقول لك لكن شوط المفاريد صعب تسمعني شوط المفاريد وانت تحب الصعب انت ريال منتج وريال مصدر للزين احنا بننافس ما في شيء صعب عليه والله كل شيء بيد الله لكن احنا بننافس عليه ولكن بالنهايه توفيق عند الله ما اقول لك انه بالعوف ولا الفلان ولا انزين شوف المركز الاول والثاني قد حجزوه في الثلاث من هو اللي حجز؟ عندك ناس احجزوا عندك ناس قبلك احجزوا هالمراكز الاول والثاني هي نعم هو اللي هو بالحجز اشوى مشكله ما هو بالحجز ولا هو بالتمني هو ليس المطالب بالتمني ولا الله. تاخذ الدنيا على بالها اول شيء جهد وزين وتوفيق من الله وانت تحس نفسك جاهز حنا جاهزين، باقي توفيق من رب العالمين جاهز, جاهز جاهز للرموز والاوشحه ولا جاهز للمراكز العاديه لا العديد. جاهزين للمنافسه احنا المشاركه العاديه ما نشاركها كفو ما بينا الا الناس ولكن توافيك باقي باقي الله يوفقك ان شاء الله كلمه توجهها عبر قناه بينونه لجمهورك والمتابعين اولا بالاوليه نشكر رئيس الدوله الله يحفظه ويمده بالصحه والعافيه على دعمه للموروث الشعبي والمزاينات اول كانت مزاينه واحده على دور السنه مزاينه واحده اللهم لك الحمد الحين اللهم لك الحمد من الصفر تا اخر الشتاء وهي مزاينه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله الكبير. يطول عمره ويجعله دخل كبير لموروثنا اللهم الله يطول الحمد. عمره ثانيا نشكر طال عمرك اداره مهرجان الظفر على رأس معالي اللواء فارس خلف المزروعي على اهتمامه وعلى مشا... متابعته متابعته الدقيقه ما هي الا متابعه الا متابعه دقيقه حتى. الله يطول عمره و... وحتى حضر عندنا هنا في مزاينات ويحضر كل مزاينه لازم يكون واجب واجب. والحمد لله ونشكرهم سمعنا ان فيه اضافه اشواط ان شاء الله انها تكون صحيحه. وهذا ما هو غريب على مهرجان الظاهر. أنتم تستاهلون الله يطول عمرك مساء التوفيق ونشكر قناة بنونه ونشكرك على زيارتنا وعلى هذا واجب الله يطول على الوقفة من أول مهرجان لين آخر مهرجان سواء في الشبوك ولا برا الشبوك ولا في العزب الله يطول عمرك ما يسرتم يا عمرك طويل وعمارك وعمارك إن مشاهدينا الكرام نفس ما شفتوا سالم بالعوف العامري خبرنا عن جاهزيته في شوط التلاد أسفاله التوفيق خلكم معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم متواجدين في عزبة متميزة بناخذ معاكم لقاء مع صالح بن طويرد المنهالي له تواجد كبير في الأوقات الأخيرة بهيلة بناخذ علومه الحين وشو آخر استعداداته حياكم معنا حياك الله مرحبا ومسهلا مرحبا استريح الله يرحمك على فضلك يا رب العالمين صالح بن طويرد المنهالي يا مرحبا وسهلا خبرنا عن مشاركاتك في مهرجان الظفره والله ابشرك الحمد لله مشاركاتنا آه طيبه من تقريبا 16 سنه ما شاء الله نعم من استوت الظفره ابشرك اننا مشاركين في الظفره اللهم لك الحمد وفايزين ومتنومسين بدمعه خوي اللي في لنزاينه الله يطول عمرك <applause> أنتم محبين لللمه وللفوز ولأجواء الفوز وعلى الناموس الناس متعودين على الفوز والناموس صحيح ما شاء الله عليكم في سواء المزاينات في مهرجان الظفره بس كان لك تواجد ضعيف نفس ما قالوا في مزاينات سويحان ومزاينات رزين ومزاينات مدينه زايد تقدر تخبرنا عن سبب يا ولا عن عدم مشاركتك في الاشواط القويه اللي هي للرموز ولل الله يطول عمرك يا اخوي محمد نحن اليوم طال عمرك مشاركين عند اخواننا <applause> واليوم طال عمرك يا ربي يطول عمر شيوخنا ومعازيبنا اللي فتحوا لنا المزاينات الاول كانت عندنا تكون مزاينه واحده اللي هي مزاينه الظفره وتاهيليه كانت قبلها تكون مزاينه الزين لكن السنه هذه من العام والسنه هذه ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا اربع مهرجانات يا ربي يطول عمار شيوخنا ما عاد خلوا ذخيره علينا يعني يبغونك طال عمرك تحضر البكرات وتشارك عند اخوانك وناموس وفرحه وعلى ما قال ضماط وتحدي وتحدي على فرحه يعني ما هو على طبعا تحدي حتى بين الاخوان نعم نعم, نعم نعم تحدي العرب كلهم يبغي الاول انت وأخوك انت بغيت تي الاول واخوك بغى الاول وفي الاول والاخير اليوم طال عمرك اللي فاز كنا نبارك له صحيح سواء انا ولا اخواني المشاركين اللي عندنا و و يعني ربي يطول اعمارهم كلهم هذه هي روح مشارك المنافسه المشاركه طيبه روح المنافسه والتحدي نعم الشريف نعم نعم اليوم في المنصه يتنافسون وبكره تلقاهم نعم في عزب بعض يسولفون ويهنون نعم نعم اخوانهم الفايزين نعم ويحتفلون نعم نعم معاهم نعم بالعكس يوم بالعكس الواحد يوم يفوز كلهم مبغى الاول ولكن عقب الفوز نسلم على بنا البين ونتزاور ونمر على المخيمات كلهم ذيلا ونسلم عليهم بوهيلم مشارك العام الاول بكره اسمها بطوله صحيح ماخذ الرمز واحد خبرنا عنها وخبرنا عن وين غيابها اليوم والله شوف بخبرك يا اخوي محمد لا نحن عندنا كان الشباب اللي عندنا الصراحه فاجاتهم لا لا يعرفون ان كان عندنا نحن كان باص عندنا مسوين باص اول العام في شوط المفرد و... وتم الكلام عليه الباص ذاك نركب حد وننزل حد من الباص <applause> اول كانت فكره بسيطه على مستوانا يعني على مستوى حلالنا نحن المشاركين وعقب على مستوى رجيم وعقب على مستوى الامارات كان مسوين هالباص <applause> والحمد لله طلعنا منها بكرات طيبات اللي مشاركات كان عندنا في الباص ومنها البكرات بتاعنا اللي بتاعت على ساري العام أه بكرة بن عدينة ومنها بكرة سليم وحيدة ما شاء الله نعم و... واليوم موجودة كانت عندنا بطولة بكرة مشاركة من ضمن البكرات وكنا ميا حزين نحن اللي ما شاركوا في سويحان والبكرة شوي كانت مستوية ولا ولا شاركني وخرنيها لين فرزين ودخليها بطولة العام ويا الأول ما شاء الله نعم في شوط الحقايق في رمز, في رمز واحد في رمز واحد نعم بعد وكا. انت يعني على طول ما ما تروح الا للقوي <applause> والله نحن وغيرنا العرب كلنا محضر وكلنا مجهزين طبعا الكل محضر والكل مجهز نعم. لكن يعني في اشواط تفرق صح الواحد يقيم حلاله ويعرف وين يشارك وين يروح خبرنا عن مشاركتك هالسنه وشو بتستهدف بالضبط والله هالسنة طال عمرك شاركنا في عندنا حقه شاركني بها في سويحان ويا الثالث في شوط الشراكه ودخلناها في في رزين وياها الاول ان شاء الله نعم وامس دخلناها هني ويا فيها شوي وعكه صحيه يا ويا رابع تبينون هذا في شرط الشراكه نعم في شرط الشراكه زين هل عندك مشاركات في الرموز اكيد اكيد انت أنا انت, أنت يوميات سويت مفاجات ورجوع قوي وحصلت على مراكز اولى في الرموز السنه اللي طافت صحيح فانت ساعات تتاخر واحذروا من هدوء العاصفه ما تي الا على الاخير وتدور الجوائز الكبيره والرموز اللي صدق ان الواحد ينافس عليها. الله يطول عمرك يا أخي محمد، والله نحن مستعدين ومجتهدين واخواننا نفس الشيء العرب المشاركين اللي عندنا ما ما يستهان بهم. العرب كل المحضر زين وما حد يقول لك إني اقوى من العرب ذيلا كلهم. القوي الله سبحانه وتعالى. طبعا ولكن نحن طمعنا فين في انفسنا ومجهزين حلالنا. و... وتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. بس لاي مركز؟ والله مجهزين للمراكز الاولى، ما جينا المراكز الثانيه متاخر. نعم، نحن نحن وغيرنا، العرب كلهم كلهم بس غالبوا. بس انت جيت متاخر، غيرك حجز المراكز الاولى، وغيرك حضر، وغيرك ياب زين، وغيرك اشترى، وغيرك. صحيح. عندك عندك هل بعدين عندك ختام الظفره هذا يعتبر ختام المزاينات. صحيح. والعرب جايين من شرق وغرب ومن كل مكان. صحيح، نعم. فما تحس انك شوي متاخر عليها؟ لا لا بالعكس احنا مسايرين المزاينات وعندنا حلال مياه حزينه شيء مخرين في في المزاينه ما شاركني به في بينونه ففي شو ما في سويحان ولا شاركني به في رزين يعني انت كنت مجهز ومستهدف الظفر نعم نعم حزينه طال عمرك لشوط الظفر احنا مياه حزينه لانها الظفر هي ام المزاينات اليوم طال عمرك اللي خلاص من المزاينه وفاز اليوم يكون عنده الختامي. طبعا. الختامي الظفر وفي حلال طال عمرك حزينة يمكن ما شاركني به في جهوزيته ما كانت المطلوبه. والحين ابشرك ان الحلال مستعد وجاهز وان شاء الله هنا مشاركين ومشاركين بقوه. كفو. بوهيله نحن شفنا اكتساح كبير من المناهيل في اشواط الرموز والمراكز الاولى، والظاهر ان في تخطيط بينكم حد ياخر وحد يقدم وحد يشارك. يا ليت تخبرنا بس اكثر عن هذه السيطره. الله يطول عمرك يا اخوي محمد ولا قصور في القبائل كلها ولا قصور في الكل مجتهدين لكن نحن نتكلم عن واقع لا صحيح نتكلم عن الاشياء اللي شفناها ولاحظناها في المهرجانات. لا صحيح يا اخوي محمد الحين المناهيل يمكن الله ميزهم شوي من اكثر العرب المراء اللي بينهم العرب يتمارون ويشترون من يسمعون بحوار في اخر التراب في السعوديه راحوا له واشتروا. ما يدخلون الحين لو انت لو بتحسب الاشواط اللي في الظفره الحين كل شوط فيه بتحصل سبعه ثمانيه مناحيل والباقي اللي باقي كل واحد ممكن يشارك باكرة بكرتين صحيح في كل في, في كل شوط وما تفرق ترى هالاشياء لا لا ما تفرق لكن العرب يجتهدون ويتعبون ويشترون ويخسرون جهدهم ليل ونهار في النهايه شو اللي يهم؟ النظره اكيد ان كان لك نظره ويبت شيء زين لو اشتريت بكره واحده شاركت بها في شوط من بين خلينا نقول 20 من هالي صحيح يمكن انا اطلع المركز الاول هي في النهايه نظره وتقييم صحيح و وشكل صحيح, صحيح النظره مطلوبه واول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى، طبعًا العرب كلهم طبعًا اليوم طال عمرك في المزاينه هني كلهم عندهم منظر يعني تمرسوا في المزاينه وحضروا المزاينات وحضروا الاشواط والعرب اشتروا اليوم ولكن يطلبون من الله التوفيق اللي يوفقه الله سبحانه وتعالى زانت زان حاشيه وتوفق قدام اللي ولا العرب كلهم محضرين زين ولكن عامل الحظ امكانه يلعب دور عند 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 المشارك والمنهي الحمد لله اللهم لك الحمد نحن ما أنزك انفسنا على القبائل اللي, اللي عندنا كلهم مشاركين ومحضرين لكن العرب دارا شوي بيننا مراء وبيننا سوالف والتحدي هذا يعني هو هو اللي يظهر روح, صحيح. روح, روح المهرجان وروح التنافس الشريف اليوم انت فايز بن عمك عندك من اغلب القبائل اللي يونك لك ويفرحون معاك ويتعشون عندكم فالمنافسه هذه الكل يبغيها صحيح والكل طمعان في المراكز الاولى انت وين تشوف نفسك في مهرجان الظفره والله يا اخوي محمد الحنا اليوم طال عمرك في المهرجان غالي علينا المهرجان دي انا احسب له السنه كامله ان نسجل اسامينا في في المهرجان. ان شاء الله. شفت؟ والمهرجان ديان نحن مجهزين له. يعني ربي عمار شو عمار يطول يعني عمار شيوخنا ما خلوه قاصر يعني القصور اذا قصرنا قصور منا نحن. شفت؟ ونحن اليوم طال عمرك بيحزين حشوان ان شاء الله انهم بكره في في في, في المنصه انهم ياخذون المراكز الاولى. احنا ما على المركز الثاني. كل الحين لو بتخبل العرب ذا اللي في العزب. كل واحد مجهز حشوانة على المركز الاول ولكن نطلب الله التوفيق. المركز نحن المركز الاول صعب صعب يعني. والله ماشي صعب عند الله لكن اذا كانت العزيمه طبعاً. العزيمه قويه الانسان طال عمرك يقديه نظره. انت اشتر وفلان بيشتري وكل يقديه نظره. نحن مشترين وخاسرين والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. وفي الاول والاخير اللي فاز منا نحن بنو له وبن بارك له كيف كفو كفوك طيب خبرنا عن بطوله وشو سلالتها وكم وصل سومها والله بطولة على بعير السميري اخو بطوله هو ابو بطوله بطوله بكره بن حفيظ وكثير من الفرديات اللي اخواته بطوله ان شاء الله نعم هو بطوله والله وصلت عندنا مبالغ وصلت عندنا مليون شفت ولا ولا بعنيها و وطمعانين فيها طمعانين فيها اشواق هذه هذه البركه اللي تلمكم وتلم خلق الله نعم نعم وتوفيق عند الله سبحانه وتعالى ولا العرب محضرين ومجهزين ونحن طمعنا فيها في الاشواط اكثر من البيع كيف تشوف اليوم السوق والمشتريات وبما انك انت احد المشترين في في عالم الزين وفي عالم المزاينات والله السوق السوق طويل العمر والسلامه قدرنا فتره شوي راكد السوق لكن يعني ربي يطول عمارهم اللي اللي شاركوا ونعشوا السوق اللي هو بالمقرن وساري من في البيرق اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن هذه هذه تعتبر تعتبر يعني اليوم فرحه للجميع فرحه, فرحة, فرحة اليوم فرحه عم هل ملاك الحلال كلهم غض النظر اللي باع واللي ما باع اليوم اللي باع هو متنومس وفرحان واللي ما باع طال عمرك هو طمعان في الارقام وطمعان في البيع مكانها يعني اللي ما اشتروا من عنده اليوم بكره بيردون بيشترون من عنده طبعا الاشواط جايه وال... نعم نعم والحمد لله الرب يطول عمارهم ما ما قصروا علينا والتصفيات قادمه التصفيات قادمه والعرب محضرين المركز والمركز الاول محجوز والثاني والثالث وعسى الله الاول ان شاء الله ان نقول محجوز باذن الواحد الاحد ان شاء الله انكم بتيونا عقب ثلاث اربع ايام وبتقول لنا هني مسلمين علينا ومن سين باذن الله باذن الله مطبولنا. كلمه توجهها لمحبينك ومتابعينك عبر قناه بينونه الله يطول عمرك يا اخوي محمد جزاك الله خير على الكلام الطيب كان من عقب كلامك ما عاد شكله ما عاد لو بنتكلم ما عاد ما عاد محصلين كلام احسن من الكلام اللي قلته الله يطول عمرك ونقول على محبينا يبشرون بالعلوم الطيبه يبشرون ان شاء الله بشيء اللي نقدر عليه ان شاء الله ان ما لنا داخلين والشيء اللي ما نقدر عليه عادي يعذرونا هم منا ولا نحن مشاركين ومحضرين ونسال الله لنا والجميع المشاركين العرب التوفيق شفت ونوعدهم ان شاء الله إن بالعلم الطيب ونوعدهم ان شاء الله بالمشاركه المشرفه الطيبه وانت دائما راعي مشاركه ان شاء الله اننا مشاركين عند اخواننا ما منقطعين من, من المزاينة ما دامها سايده مزاينه من ما منقطعين من نهار تاسست مزاينه لين اليوم ونشكركم انتم قناه بيرونة يعني ربي يطول اعماركم على سعيكم اللي تسيرون عليه ما تخلون مخيم ولا تخلون عزبه وعيد. ولا تخلون وعيد. فرديه اللي ما تصورونها يعني انتم الحين تنقلون الحدث اللي موجود في المزاينه واللي برا المزاينه اليوم إن انتم الحين لو بنشكركم والله ما نوفيكم حقكم الله كلام صدق صحيح أننا نتكلم به لان اليوم المتابع طال عمرك اللي في امريكا يتابعكم واللي طال عمرك في دوامه يتابعكم واللي في اخر التراب يتابعكم كانه ما شاء الله تبارك الرحمن موجود عندكم هذا واجب من ناحيه التحكيم يشكرون عليه الاداره اداره التنظيم وانتم قناه تبينونه ما شاء الله عليكم مناقلين من يوم العزل من اول المشاركه وبعدين العزل الفرز وبعدين طال عمرك العزل وبعدين التحكيم ونحن ما شاء الله تبارك الرحمن قاعدين في عزبنا هني ونشوف كاننا حاضرين في المنصه الله يطول عمركم يا رب يطول عمركم يا رب هذا واجب مشاهدينا الكرام نفس ما شفتوا معانا صالح بن طويرد المنهالي وتجهيزاته ومشاركاته ومفاجاته اللي بتكون في مهرجان الظفره كرمك الله يا مرحب. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو مرحبا ومسهلا الله يحفظك وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام الى ختام حلقتنا من برنامج ناموس الظفره نفس ما شفتوا استعدادات وتحدي وتنافس اكبر الملاك في شبه الجزيره العربيه اخذنا تصريحات من عندهم واستعداداتهم ومن شارع المليون نلتقي فيكم ان شاء الله في حلقه قادمه وخلي عيونكم على قناتكم قناه بينونه